في ثانية جدا كما يقال. جو كورة اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهدة مباراة ممتعة. بقي على الفريقين أن يقدما أداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليلة وفي هذه الأجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس. وبطبيعة الحال كل شيء أصبح جاهزا من أجل مباراة ممتعة ومثيرة ومليئة بالدراما الكروية والشغف. لا شك ايضا انه هذه المشاهد من افضل الاشياء اللي ممكن نشاهدها على عشاق كره القدم، المشاهد الرائعه جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الاهات، الصوت العالي، الدعم الكبير، يا لها من اجواء جنونيه في المدرجات. جدا بعد تمريره بالذهب، انهاء رائع للهجمه، هذا يقول لك السهل الممتد، استغلال فرص، استغلال مساحات بدون اي مجال للاستعراض. الكره بشكل رائع في المرة الماضيه. روبرتسون يلعب كرة بينية يحصل على المساحة. رحيم ستيرلينج لكل من انضم إلينا الآن، هدف وحيد هو الذي يصنع الفارق حتى الآن. النتيجة 1-0. بيرو بوميان قد تكون هذه فرصته. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار دار شفاء لله. تجاوز بمهارة غير عادية، كانت انطلاقة واعدة نحو المرمى، الدفاع كانت له الكلمة الأخيرة. كرة إلى الأمام، رمية جانبية، أرنولد يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. الفكرة ذكية ولكن التمريرة لم تكن بالشكل المطلوب. وستكون هنا رمية تماس. اعتراض رائع للكرة. رابينهو. دييغو جوتا. تمريرة جميلة، لعبة جميلة تزيد أجمل. والكرة راسية. وانتهى الشوط الأول. نتيجة أسعدت اللاعبين. بالتأكيد أيضا المشجعين، هل ينجحوا في المحافظة على هذه النتيجة؟ ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. هدف يحرك المياه الراكدة في هذه المباراة. الآن بعد هذا الهدف الحكم يطلق صافرته لكن احتساب خطأ. كوكوريا استلام جميل للكرة يحصل عليها فابينهو. فابينهو تدخل في الوقت المناسب لإيقاف الهجمة وتحدى انطلاقة هجومية كانت واعدة. أرنولد وصلت إليه أمام محمد صلاح. لعبة من طراز عالي، لمسة في منتهى الروعة، يملك مهارات كبيرة.
سبب تسجيل هدفين. بالتأكيد أنهم سيحاولون فرض المزيد من السيطرة من القوة في هذه المباراة وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. غولو كانتي فرصة هجوم معاكس، يعود الكرة لخط الوسط يلعبها طولية عرض ضربة راسية، كرة بعيدة عن المرمى. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. تغيير اللعب الآن يعتمد على الظهيرين في خلق زيادة عددية في الهجوم، بالتالي يضغط الخصم في مناطق خطة. تحتاج إلى ظهيرين عصريين بإمكانيات بدنية وفنية عالية بمهارات عالية حتى تتمكن من تطبيق مثل هذه الخطط على أرضية الملعب. ضغط قوي وينجح لاستعادته محمد صلاح، يلعبها في منطقة الخطر، احتفظ بالكرة أكثر من لازم. لا أعلم ماذا في ماذا كان يفكر، ما الذي كان يشغل باله لتضيع هذه الكرة. فان دايك بينية تمر، تشتيت الكرة، راتب فان دايك، روبرتسون، دييغو جوتا يسيطر على الكرة، لمسة بينية. كوليبالي بعد أن انتهى الوقت الأصلي والوقت المضاف بدل الضائع، صافرة تنطلق من حكم المباراة ليعلن النهاية. إذن